من من ها وما درت ليش دقدق هكذا على الباب؟ لا عرفت لا احب اخبر عليك الفندق يروقونك من الفندق هل يلا صباح الخير Good morning. سيا حمام شو سيا حمام؟ إيه عشو. باغن. شكراً. حبك العافية. Good morning. عشو حي. أنا بخير. يلا أنا ريدي جاهز. ما. شنطة هاي شوي شو؟ ها شو الكبت هذا؟ إيه إيه. ها صلاح سمعت اليوم طرب طرب عندي ليلة في الطويلة خير من ألف ليلة هي أبو بكر يوم أبو أصيل يعني هالجنة صباحكم خير الناس أبوي مصبح اليوم الناس تصبح لا إله إلا الله وأنا اليوم أبوي مصبح ويا أبو حياة أبو بكر سالم عند الله علينا شيخ مش ما شيء أحسن من أبو بكر سالم يا خير أبو بكر سالم اليوم ذاك على البال عان عشي يوم يعن عليك يعن سبحانك يا رب المراد أنا أموري طيبة أو والحين سائلين أبوي بنت ريك بتصير تمثال حرية بتصير تمثال حرية أو بنت ريك قبل تحت في الفندق اليوم ناوي كل حد بوضبي دق لنا تليفون يقول أبوي فندقكم من أخير الأماكن اللي ترون تتريك فيها فليه وخيبة بسم الله ف صار فوق ليه صار فوق ايوه ثاني مرة ارتي روحه اللفته بس شوي تروحت الامور طيبة كل شيء زين وحين يتريوني قوم صلاح يتريوني تحت في اللوفي تصير بنت ريت حتى تخاديت ما عرفت وين وصلت هي والله ما عرفت وصلت في الربسة لأن الموضوع كان ريت اللفت من الدور 45 وأبوكم شيء بسيط يعني زين الحين لو صار حيت يوم في المطعم وأنا الله يحفظكم يعني ما يعني في اللفت شويونه الحين على الأمور طيبة و بس أرد أرمسك كل غلط اللي قلت لكم ما أعلم بنحم المزروعي مخبر لنا وقال لنا وان شيء شيء اقوينك يك خير زين يقول شيء مكان اللي يبيعون فلافل ماشي عنده فلافل ويضرب الوصوف والله خلاني ابغى الريوق المطعم وحين عاني عسب مكتوب عليه حلال وان الفلافل اكيد حلال فالفلافل بلي اخذ بلي لحم فيقول مكتوب عليه حلال وحلال جايز بنطالع مدح بن حم ما هي درابك يا بن حم ما حيد ما حيد اشوارك كلها عاثره الحين جايينكم من اخر الدنيا وكل الناس قايلين لنا لازم تروحون تجربون هذا حلال جايز هو معروف حلال جايز تبدا مع السكس بس هي. مش في اي مكان ثاني زين سبحان الله زين شو المميز عندكم؟ عندنا كل حاجه مميزه عندنا تشيكن رايس وبيف رايس لا احنا عاوزين فلافل عايز طبق ولا سندوتش؟ لا سندوتش عايز كم احنا ثلاثة حيقضينا كم؟ ثلاثة بستة حلو لا ستة ستة سندوتشات تاخذ؟ عايز ستة سندوتشات حيقضينا ثلاثة ولا ستة ولا 12 حيقضينا كم؟ انا ماني مش عارف السندوتش حق ايه؟ انت حقك لحد فين؟ صراحة هنديك سندوتش نعمل له سندوتش نيو سندوتش ثلاث سندوتشات سوينا ست سندوتشات ست سندوتشات ايه ولا سوهن ثلاثة انت ثلاثة ايه ايه والله كل هالربانات لهم بص يا اخويا انت وانت وريني حبيت ايه حبيبي ثلاث ثلاث معاك وايت صوص مايونيز يجي معاه خص حط كل حاجه لا يبقى كفايه على ساندويتش كبير قوي طلباتنا خلاف سندويتش فلافل عادي يعني طحينية وفلفل وما ادري شو وسلطة وكل شيء وصلاح سوينا له بدون خبز هيلثي اليوم
تبوي مكس دياي ولحم وفلافل وفلفل دقوس، يعني مرد فيه سهل اليوم. شكرا صراحة حبيبي، شكرا. يعني شوارمة، شوارمة لحم وشوارمة دياي وفلافل. أطلب لك واحد خلاص شرط هذا. أشوف عربانة التمويل عادها ما شاء الله شغالين، يعني الله يطرح لهم البركة ما شاء الله، لأن شغلهم نظيف، عالم كلها عندهم هاتسوس، يعني شيء خيال أكلهم. كم مرة بمرة سألت الحين متى الطيارة؟ كل دقيقة متى الطيارة؟ بس قال آخر مرة. آخر مرة؟ بس. كل دقيقة متى الطيارة؟ متى الطيارة؟ شو؟ سيال أكبي. رديت عيد السالفة، متى الطيارة؟ متى الطيارة؟ لا. بكرة الطيارة. صبح. إيه. الساعة 10. الساعة 10، 10 ونص ما يندرب هالساعة كم؟ خلاص بس أكمل كلامك. بتطير عنا الطيارة. بتطير عنا الطيارة؟ لا. شو عيال؟ سيد. تبي تصير بضبي لو دبي؟ دبي. دبي. تبي تصير دبي أنت سيدة؟ لا. ها. أنا أسأل. سيارة. أيوة إن شاء الله حبيبي. زين. والله نعتك يا ابن حمراء قام واحد. والله وعالم عليه طويل. والفلافل ماله ما فيه زود دهن. وطعمه لذيذ وخدمتهم فنان والله حليلهم. اسم الحلال كان هذا العربانة هاللي تبيع في الشارع اسمها الحلال. انا شو طلبت حطوا لي شواربة لحم وشواربة دياي، شواربة لحم وشواربة دياي وفلافل. ما خليت يحطوا لي انا هذا الابيض المايونيز، انا ما داني. كثروا لي فلفل، قلت لهم وحين شواربي لا بقات ضو دو. اي والله. ها دو اي شحا. شكرا والله انه كان فنان هذا. وسيايير تنشل عليهم هاي القوم كلكم كم مكبره شوارمة ما شيء عندهم ما شاء الله. هيلا بيس شب ورتشب. ذكرتني مطبخ بنت خالد، يعني الله يطول بعمرها. مطبخ بنت خالد عاد الضو مره تموت فيه، الضو شغاله 24 ساعة ياسين قنطراز، 24 ساعة في الخدمة. يلا الله يطول بعمرها مطحنة. أقول لك جذورهم ما تبرد. الضيان التهادر تحتها صبح ومساء. آمين. قول الله يطول بعمرها. آمين. شوف الكيوب، شوف السيد العالم ها. نحن بخطفونا. خطفونا بركات هالمبروك. تحيدون في مبروك تحيد فيلمنا نبيل عبيد والمبروك. نسيت والله شو اسمه. خيمه. ايوه يكون ممنوع التليفون. شو هذا؟ لا لا تجيب وياك اكل ولا تجيب وياك شيء مشيات. بيت حرى عمره لمر هين، ترى مره لمر هين. ها بلتي لازم ابوي يتي قبل الحشر بعشر. ها. احنا الله راد انه عندنا ويل تشير اللي والله يا ابوك اللي خلونا على ورا امه. لا اله الا الله، الله رحمنا بهالويل تشير. ها تفتيش ما بتشوف شغله طويله عريضه، يعني شيء كانك داخل مطار. صلوح سوى لنا زحمه. صلوح الحين مشكله صلوح شو؟ انه ما يبغي حد يعق عنه الجاكيت، والتفتيش اجباري تعق الجاكيت وتعق ما ادري شو. يحن يا الله يحن روحنا متاخرين، وصلاح مغايض ما يبيع عقل جاكيت، عقل جاكيت بضرابي. يلا زين وخلاف عقل ما عقل جاكيت. يلا طاعي يجلس على الكرسي، لازم يظهر التليفون، حسب التليفون يصوي في الماكينه. شغله يا صلاح شغله انت. واللي يبي ترى هالمكان حق تمثال الحرية لازم يجي قبل الموعد بساعتين. ها لحدة حين لحدة. قل والله ليش صلاح من كثر ما تكلم هي الملاق انت. ها
ايوه يقول ثانك يو فيري ماتش ثانك يو. يلا يلا داري اضبطها خلاص طالع لنا اي بر ها طرف هذا ها طالع لنا مكان مش عادي مش انت مش خلف الحين معطل الناس وراك مش درع طالع اي مكان ما عليك هذا ها هذا مال كراسي ها ايه نعم هذا خصوصي حق بريك انت ما فيك شيء قم بنروح فوق وين نسيت ما فيك شيء نسى عمر انه يمشي لا لا ماشي يلا ما شينا الى الله يلا نشيل ما فيك شيء اوكي هي ايه لا تتكلم واللي بعد شيء فوق بعد من خير ها صراحة تحمل اي محيط هذا فوق مرة صراحة يلا سير يا النشاط كلها حق هذاك هاك التمثال الحرية كلها العنوة العالم كلها سائرة الرحلة مخاوية هذه ادور اكل عادي صراحة شو؟ زين جريب نوصل الحين السيد ابوي في السير والسيد في اليجر السيد شوف كم طوله وانت راد وانت ساير كل سيد سبحانك يا رب ها صلاح بردان والله انا اسبوعي تيمدت برد علي ليت خلينا تحت في الخن اسمع يعني عند المكاين لا تحت شيء طيب دورين ترى حبيبي If you are using the rear stairway, please be advised that once you reach the main deck, you can walk forward along the stairs. صلاح خلي ينزلوا العرب وعقب نحن. هو يقول لك الحين يقول لا يقول لك ورا النفرات. ايه انت في الطياره يجدب العرب على عمره. حبيبي صلوا وحي. Watch your step and hold the handrails while moving onto along or off of the gangway. حاضرين. تريب انه بارد يا ابو شو بتسوي؟ بردان خيس عمرك كتشب لا شاورما كانت شاورما انت؟ فلافل ترتيب اهم شيء والتزام بالقوانين هذه تخليك سلس في كل حياتك وين ما تصير في اي مكان في حياتك تكون قابضة للقانون وتمشي على حسب الترتيب شوف تمشي حسب الترتيب كل
شيء مرتب عشان شيء ما تلقط شيء فوضى ولا شيء فخيم ولا شيء زريج ولا هذا فلان دخلوه قبل ولا هذا علان دخلوه عقب لا ماشي كلها العرب واحد إلا عادة كان شيء حد فيه مبتلى من الله سبحانه وتعالى هذا شيء آخر له مراعاة. تكسين العلم حد عندكم قاس حد قطع تذكرة علم منكس ما ندرى من قاس بيني تبونه حد قاس تكين عاش مصروح عاش مصروح انت ما انت ما تمثال الحرية انت ما تمثال الحرية ايه هذا ما تمثال الحرية لا حول لا قوة الا بالله اسميك يا صاح سويت لنا شغلة لا ويبيرد على هالتعب يبيرد كلنا تونا متريجين هو بالذات خد سندويشتين من الكبار طالع يا رجال راقب حي القيوم في عمرك شو تعال يا رجال والله يوكل سندويش الواحد يلا يلا يروي خلصة بنادم اي اصلي يا رجال شارك سترول خلاص خلاص من نوصل داخل كوبي ايش عندك يا ربي العالم هل شو سالفتنا نحن لان نحن تاخرنا في النزله فلازم الحين تري اركابها كلهم لين يركبون وبينزلونا نحن لان نحن لين نزل صلاح خد وقت وحدو هنتين ما بيتريوننا زي منهم بعد ام اللي كانت هني كلهم مبين شنزوها ما يندر كم المفروض ولا يا حافظ على حلو الترتيب بالاخص ترتيب وناس ماشيين على الترتيب ما بلا الترتيب وناس ماشيين على الترتيب ماشيين على القانون ماشيين على النظام ماشي ما في هذا فلان جدموه وهذا علان اخروه وهذا فلان ابويه ترى خاله فلان ولا يده تقع لها اسهم في الشركه هذه خلوه يخطف قبل لا 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 بدرهمك المنقوشي الحين هنمون سووا في كل مكان في الدنيا العوده خاصه في البلدان اللي فيها المحسوبيه من المستحق ما الحين القوانين اللي سوتها ما تدفع بيزات والأولوية إلا عشان يكون العرب من الواسطات أبدا تبى تجدم عمرك ادفع دبل تبى تخلص حالك حال عرب اقبض حسيد الطبيب تبى أبوي يكون عندك قانون روحك يعني امتياز بدرهمك المنقوشي سوي لك باخر روحك ولا سوي لك أبوي ممر روحك والأمور كلها بتيسر اي والله تحيل يكون اكلنا الطبيعي ترى العلم كلها تاثرت ها وين ما تصير كل الناس ياكلون ترى ابوي الجو البارد يخلي الناس تاكل والله خلف توني تمي تضحك عليك يوم جبتك تاكل داخل الحين جبت نسيت والله جبت هالكيك كله من داخل ما دريت يعت تونا بعدنا ما وصلنا تمثال الحريه غير بعدنا ما صرنا جداه بدينا الاكل بدينا القرض على الفرد ها مبسوط صلاح؟ ليش توك تضحك؟ انت لا قبل شويه تضحك هي بلاهم انت بلا فلان انزين صلاح تفوتن على العرب؟ صلاح خلي الدنيا فوق راس هي بس بصورك ويا التمثال صلاح ما تبع التمثال حلوه جاي منك لهني حق هالتمثال حلوه باخل بينون منو مينون هذا وطن والله دي صلاح كذا واد هو شرات الراد وترفس هاي خالد خالد يا كبير ها شو وين الطيارة؟
الحين ودرت التمثال العود صديت حق الطيارة بالجلبي يعني تبارك الله فيكم تمثال الحرية. تمثال الحرية حرية كل إنسان، كل إنسان على وجه هاي الدنيا هو يمثلها تمثال الحرية، والمقصود به أنك أنت حر في نفسك، ذكر كنت أم أنثى، في دينك، في مذهبك، في حبك، في أكلك، في شربك، في عيشك، وين تسير، وين تي، لكن وفق ضوابط، وفق ضوابط أنك أنت ما تتعدى على حقوق الآخرين، لا في سيرتهم، ولا في علمهم، ولا في خبرهم، وتمشي حسب القانون، حسب ضوابط البلد اللي أنت تنتمي إليها، على حسب دينك اللي أنت تدين له. هذا هي الحرية، مش الحرية الخروج عن القانون والخروج عن الدين، هذا هاي عمرها ما كانت حرية. الحرية لها ضوابط، وهذا مقصود به يوم حطوا تمثال الحرية، مقصود به هاللي أنا تمثال الحرية عمل نحتي منحوت، خدمة منحوتة، هدته فرنسا إلى الولايات المتحدة أمريكا في 28 أكتوبر 1886. هدية ضخمة اللي تشوفونها أبوي ما بيأي عبث، ولا من كثر اللي عندهم في فرنسا قالوا بنجسم الشيء اللي ما نبقى، لا تنقوا هالخدمة الفنانة وهالتحفة المنحوتة وتعبانين عليها سنين الله على الهدية اللي يحفظكم الضخمة، ما أعطوهم إياها عبث، لا هذا لجل توثيق الصداقة بين فرنسا والولايات المتحدة، هذا أولا. وثانيا بمناسبة الذكرى الثورية الأمريكية اللي كانت في سنة 1775، من هاك الوقت لين هالوقت التمثال أبويا مطل على خليج نيويورك في ولاية نيويورك محطوط. عادة شو لجل فوق هالمنصة العودة أولا يرحب الله يحفظكم بمنو بالمهاجرين الأجانب اللي يون يهاجرون على أمريكا، يهاجرون لأمريكا لجل العيش، مهاجرين ولا سواح ولا المهم على هالأساس. منو اللي مصممه منو اللي مصمم النعادة زين اللي صممه يعلى الله يحفظكم فريدريك بارترودي، إيه فريدريك بارترودي، وصمم هيكل الإنشاء الخارجي غوستاف إيفل، كلهم أبوي عالم فرنسا، ناس طيبين، ما حد شراتهم، خيرين، لا شضته وحد ولا شياته، وعندهم إيران طيبة، وناس أياويين، لو بيطبخون، لو بيسخنون الملحار، تسموه بينهم وبين إيرانهم. أرمسكم عن المصمم، واللي قام بالهيكل، هالنمونة ما شاء الله أخلاقهم ناس طيبة، حافظ عليهم. تنثال هاللي تشوفون كم هالعالم فوق هناك كلهم سايرة، لكن أبوي أنا ما في السكلين هناك إن شاء الله كالفني. تنثال الله يحفظكم عبارة عن حرمة لابسة روب وماسكة في ديها اليمنى شعلة الحرية، هذا بيمينها ماسكة تنثال الشعلة، وبديها اليسرى الله يحفظكم ماسكة كتاب منقوش عليه باللاتيني 4 يوليو 1776، وهو تاريخ الاستقلال الأمريكي أصلاً. التاج الحين بخبركم عنه. التاج هاللي تشوفونه طالع منه 7 أشعة يرمز لسبع القارات اللي في العالم. ها التاج اللي تشوفونه كل سهم منهن عبارة بقارة، وهن 7 قارات اللي في الكون كلهن الموجودات على وجه الكرة الأرضية 7 قارات، فمشبهين كل شوكه او كل رمح من اللي على راسه، كل شوكه من هالتاج عباره عن قاره من قارات السبع. وين يتم هالفطان؟ وين اسميك انت يا المصمم انك باهس؟ الله اكبر عليك، الله اكبر عليك. ترى الامريكان وايد يعتزون فيها التمثال، يمثل الشموخ، يمثل الحريه، يمثل الترحيب، يمثل يعني الكرم، يمثل حرية الرأي، يمثل حرية الحرية في الملبس، في المأكل، في المشرب. اسمعهم بين فترة ثانية، نحن بلد الحرية، إيه نعم بلد الحرية أكيد، يا غير هل تشوفونهم شرق وغرب هاشادين عن الحرية، هذا اللي يضطهدون، وهي مثل ما نحن عندنا حد
زال عن الدرب واللي يسمونه زكاة الطائفة، حتى عندهم في الأمريكان يكون شيء بعد زكاة الطائفة. ترى زكاة الطائفة موجودة في كل طائفة، في كل بيت، في كل مكان، في النخل، في المزرعة، في العيال، في لا من رحمه ربي، حد من العوائل تلقط عيالهم كلهم عليهم رضوان من الله، وحد من عيالهم يطلع واحد يسمونه زكاة الطائفة، يقول لكم هذا اللي زكاة الطائفة، أخس واحد في العائلة أسموه زكاة الطائفة. زكاة الطائفة ما يكون فيه عيب خلقي من الله سبحانه وتعالى، لا، روحه خاص عمره من تحت يديه، يا إنك مدمن، يا بطالي، يا راعي سير ويتن بطالية، ولا قابض الدرب القاصر، يعني هذا يسمون زكاة الطائفة، ولا مستادين منها يرانهم، ولا يعني هاي يسمون زكاة الطائفة. صح صلاح؟ الزرقان على يدك وراسك وكل مكان. ها صلاح؟ شو بعدها؟ ما أشوفك. مزبوط. مزبوط. أنت والله المزبوط. شو؟ ماشي. شو تتريري؟ أنت. شو تبي تسوي أنت؟ ما أدري. حلو. أول ما وصل تمثال إلى الميناء، فتشوا لين 350 قطعة اللي تشوفونه. 350 قطعة. حطوهني على الله يحفظكم في 214 صندوق خزنوهن. أول ما وصلن لندن أمريكا خزنوهن بصناديق لين خلصت القاعدة اللي تشوفونها. هاي القاعدة روحها خذت دهر، خذت دهر القاعدة هذه اللي تشوفونها أنتم، تشوفونها الصبية، القاعدة هاي اللي تشوفونها عبارة أكيد حتى صبيات وفوقها بنوا هذا وشيء لبسوا حجر. هذا أبوي 6 شهور خذت خدمة ليل بنهار، ما يندرف كم ألف شخص يخدمونها القاعدة هذه، بالآلاف الأشخاص اللي لازموا يخدمونها 6 شهور ليل بنهار. هالصبية اللي تشوفونها 6 شهور غروفر كليفلاند، هو كان الرئيس الأمريكي اللي افتتح هالقاعدة وسوى هالبهرجان العود، وثب ما خلوا حد ما دعوا من السفراء من الناس الموجودين، واستوى أبوي احتفال ودق وربش ويميع الدنيا وما خلوا شيء، يا أبوي يميع العديد. هل بقى اللي تشوفونها كلها منزورة، يميع العديد، يميع العديد من كل بلاد يا أبوي. 3 أيام يقول لك الطبل ما ونا، يا أبي الطبابي أخ ما أدري منو، ما خلوا شيء ما سووه وقت الاحتفال. ترى صدق ما أمزح، اللي مفتتح القاعدة افتتاح كبير كان، وكان غروفر كليفلاند، صدق والله ما أمزح، وكان سووا مآرب أكل وشرب العديد، عب ما يندرم وين جايبينه، والطبابيخ ما يندرم كل يوم بعد حياة مهدي ما استوى. والله بحرهم لا في لوث، لا في مربع، لا في درامات، لا تشوف قلم طايح، لا طرمبة، لا فشية، لا أبوها، لا يريدة، لا حطبة، أنا أبوه مغسول غسال بحرهم، ما في مدلخ، هي المدلخ أكيد أنه مدلخ بحرهم يا غير، ما في لوت، لا طرمبة، لا شيء، لا كراع، لا ولا عظم، ولا نبو، كيف يعني؟ في سر، أكيد أنه في سر. من ساعة وانا بحلج عيوني عيست وانا دور ما دار لي زير، حتى بليوته ما شيء. هاي الفشية اللي في ظهر اللي في ظهر النغر ما شيء. لا إله إلا الله. يا سدورهم من ساعتين خاري ما خليت مكان، جيتهم لنها طار ياسين في الدفع. لا كلت همبرجر صح؟ لا عاجل. كلت كم واحد صلاح؟ ها اقيت الكسرة؟ بعد تعطيته؟ اي
تبى دبل ولا سنجل؟ دبل ولا سنجل تبى؟ هذا عود. يلا عطى يا شات. لا لا ما بحار وايد. سنجل يا رجال. ما يحتاج خلي شيء للزوالي. ها زين؟ هذا. ايه. خله خله. زين صلاح؟ مظبوط. صلاح حبيبي دلو ما يحتاج تقولهم كل من حديين قال له هذه الكشرة. صلاح حبيب. شو صلاح؟ سوري؟ يس. ها صلاح شو يا ابوك اول بالي شو هالعالم ها كلها تريا هناك. ها صلاح قول حق الحرمه هاي ثانك يو فيري ماتش ثانك يو مدام ثانك يو. ها شفتها صلاح؟ ها بتاخذ هني ابوسك اياها يعني وانت ليش هي بعد ابوي ها بيطابج العود بينزل ابوي هالشحنه اللي ما شي كبرها وبيشل ابوي هاي الشحنه اول بعد ابوي بيركب. ها هذا فنان خير علي يا ابنه يا ابنه متدهدر كان من هاي الابوام الاوليات اللي يبو بنسح بصري من البصره يظهر من دبي الابوام الكبار اثنين ايه اثنين وهذاك واحد يصير نيو جيرسي اللي يبي يكمل اللفه صار في هذاك ودت ابوي هاي البوم هاك ودها نيو جيرسي واللي بيرد نيويورك بط هذا احنا العرب لان احنا جايين وياهم ركبوا ابوي اللنج الثاني هاك البوم الثاني بيوديهم جدا نيو جيرسي اللي مشاهده وين نحن ساكنين بيرد بهم لين فرض عقب هذا ابوي البرنامج نحن ابوي بس سدتنا الجزيره هذه ثلجنا صلاح بردان لا انت شوف يطلع دخان اشوف بسم الله فحاحه لا شو هذا وصل الجماعه مرحبا 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 صلاح تعرفهم انت هذين ما تعرفهم يعرفونك عيال الله يحل يزيره هي يزيره هاي من الله ولا اصطناعية كانت اتوقع انها يزيره من الله سبحانه وتعالى نورمال هي ابدا شب رتشب بسم الله كدوم مكدم ورا حل وادب شو بلا ها شو سمعت انت هذا ولا لا لا انت لا انا اروح سمعتك خلاص منو هو ولا شو ها انا بعد سمعت ابو ها شكرا يا ربي يلبسه الدلع عليه في الدنيا كله ما عنده كم آدمي كم آدمي الله أعلم ها ها دمام 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 بقيك 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 ها أم القبين 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 يا رب
شو هذا صلاة؟ 799 yes. أيوة 799 تقريبا 800 ثادم يشل. هي والله حبوب من كبره. بيا عيب صلاح حبيبي عيب عيب. شو هذا؟ هي 800 خلاص. هيك ما يبون ينزلون ما فيهم على البرد قالوا. قال حش علينا. ظهر ابن ابوي البوم. فتشبنا ابوي من جزيرة هاي مال الحرية خطفنا نتحربي ودينا سيد نيويورك. ذيك وين نيويورك ترى ابوي لا لفبنا على الجزيرة دور ما هذه جزيرة ثانية ما ادري عاد شو هي هاي الجزيرة مبنى فيها البنيان اللي ما شي كثرة هذا هو متحف هو بيت حد هو قصر هو كلية هي جامعة لكن العام عندهم نكسة على فكرة في أمريكا ترى حد قاس تذكرة حد مفارج الدنيا زين ويبوي هذا ويوجف هالحينة ويحمل هالأمة كلها ويصير ويطابج أبوي في هالمكان على ما تشوفون عقول الأخراب وشطنوه وحين عاد يحملون العالم ها غير تحراهم ما شاء الله يسمعون هل يطرون الخراب والخراب هذا الخراب الحبل المتيب شيء منهن على متن الورش الآدمي على متنها مربعة إيه نعم حق البواخر الكبار الأول ما شيء صناقل كل خربات كل خراب امتن عن الثاني شوف 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 صنقل حق الباخر حق الباورة والخراب حق شيء يشطنونها من الطابج شطنوها ولا حقولها باورة كانها بتطابج على شيء من الحول نمونا ما ظني طابج على شيء من الحول كان قربها خورة الحالة يستوي هل يشوفون هالدنيا هل صلوب اليابسة قدرة قادر من شوية يتنسخ يتنسخ الشتاء يفت شوية عنهم البرد رب العالمين يجسي هالصلوب هذه غبة خضراء أنا استعيت من هالمصريين ما شاء الله تبارك الرحمن اللهم زد وبارك الله يطرح فيهم البركة ما شاء الله في كل مكان السعودية ممزورة الكويت ممزورة عمان أخذ الإمارات طبعانة لندن دامة أمريكا وين ما تصير كلهم مصريين ويقول لك والله دي مصر قالها انفجار سكاني عجيب هاللي عندكم اللي مصدرينهم الخارج هاي هم اللي مسويين انفجار سكاني في كون ما شاء الله تبارك ما ناهيك عن اللي مهاجرين من 30 و40 سنة مثل هذا جمال بارحي فقير حتى لون اختلف لسه حتى اللهجة المصرية حليل ما زين غادي نعم ويهه التحرى مسكين غالي شراه البردية من بياضة افتك من ديزل مصر هي والله لكن سبحانك يا رب يعني كيف يعني كم حرام كم عددهم لو يردون الحين مصر بدم مصر لو يردون رد العالم المصريين هل في الكون يردون مصر بدم مصر والله لا الدم الحين دامة الحين وهي دامة ما بالك يا سبحانك يا رب أعتقد أن أقول في رحلات سياحية غير ها شوفوا تايلنجات من غير واخر ما تعرف الهند ما هي أبدا تحرها سبيكة الذهب تسبحي أكيد يصيرون بقع غير لكن يبقى حد يكون فاد حي يعرف وين بيصير نسوي برنامج نحن جايين نحن مشكلتنا ما مشكلة اللهم لك الحمد يعني الويلتشير الكرسي
الكرسي مال صلاح هو اللي يعيقنا، لكن حتى بالتدخيب يعني ما يخص صلاح، صلاح ما بعايقنا في السفرة هذه، لكن ودك انه يكون المشي سريع وحركة وايد، لكن ما يستوي حركة وايد وسريعة وصلاح صلاح لأنه ونية مشيت فقير، فما روما زور عليه هاك الأيام، زورنا عليهم في المغرب وهلج بغى يموت، وأمس بعد في أمريكا في هيوستن بعد نفس الشيء يوم زورنا عليه شوية في المشي، فلذلك حطينا له كرسي. هذا والله رايح حصة بنت أحمد جزاها الله خير، لو ما بحصة والله ما فكرت أنا في هالموضوع عشان تبون الصدق، ما توقعت إنه سهل. قال ابدأ من توصل الفندق قلنا بيبوي الكير معلوم إنه بيزات، قال بنعطيكم أربعة أيام $100 يعني اليوم $25 نفاد يفدنا ولا إنه يتعب. لكن والله بخبركم سيرة أمريكا أبوي ترى زقنا بوت، أقولكم أمريكا لبي بيسافر أبوي يسافر أمريكا ولا لا يصير بقى. بلاد زينة وفنان وبلاد فيها القيط فيها شتاء زينة البلاد، لكن مشكلتها البعد 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 يا عيال عمي البعد، هي والله بعيد البلاد، ما ببعيده بعيده، ترقد وتنش وتصلي وترقد وتنش وتغدى وتعشى وتمسح وتصلي وينقض وضوءك وترد تتوضا من يد ويدين وتصلي، وشو بقولكم لك فرض تصلي، وكم تقرا وكم متهلل وكم تكبر وكم تسبح، وبعك ابوي بتوصل الجنه، وبعك ابوي ما وصلت امريكا الجنه بتكسبها من هالطريق من كثر ما تصلي وتهلل لا اله الا الله سبحان الله والله مره. البلاد الحين هاي في وجهي تمثال الحريه، وعلى يميني يزيره هاي اللي نسيت ما اعرف شو اسمها، وهذه نيويورك جريبة برة حصان، اظنها مجموعه يزر هذه عندها هذه، وكل يزير استغلوها حطوا فيها شيء، والله غاوي هالبلاد. وهاي اللي يزير احنا تونا ودرناه وين كان وين كان ابوي البوم طابج نعم. ما ادري شو يزيد، اقول لكم العلم عندهم منكس منكسين العلم، ما ادري شيء حد ميت عندهم حد قاس تذكره، لانه لا طروا لا في الاخبار ولا خبرونا ولا بندوا شيء ولا شياته. ايه أليس ايلاند توها قالت أليس ايلاند، أظني هي هاي اللي ظهرنا عنها هي اسمها أليس آيلاند. والله قالت شيء وايد عن الجزيرة، وبعدها لين حين ترمس ندور عاد منو يروم يلحج ولا يقبض شيء من اللي هي قالته. حافظ عليك يا منهاتن. والله تحرى عمرك يالس في فيلم، تحرى يالس في طالع فيلم امريكي. الله يا هذا والله اللي حلو وزين امريكا، انصح بالناس فيها، لكن يا ابوكم بعيد اللي ما انصح بالبعد، البعد والله ريولك تتنفخ. البلاد فنانه، من عقب ابوي ما ظهرنا من جزيره الحريه بتتها الحريه خطفوا ابن ابوي بعد جدا يزير هني بعد من غير ما بناء شيء فيها بيت قصر معهد مركز الله اعلم بهالشو، وحين عاد باتجاه الى منهاتن نيويورك. بلاد عليها رضوان من الله تبارك الرحمن تبارك الله في خلقه، سبحانك يا رب سبحانك يا رب. بلاد فنان ما شيء شرارة، بلاد فخامة ما شيء، فخامة جليل لكن ترتيب وشيء هابي ديوتي عندهم، ما بشيء بهرج شيء جميل. خلصنا الله يحفظكم من زيارة
تمثال الحرية خطفوه من أي زير بعد منغير نسيت والله شو اسمها ويا حراد عاد جلي منهاتن عاد بوي منهاتن على ما تشوفون بلاد فنان وجميل تبارك الرحمن نيويورك بلاد يعني ضروري ضروري الكل منكم إياها اللي بيحصل له فرصة والله بيسهل عليه لا بد من زيارة هالمكان جميل البلاد جميلة وزينة وخير خيرين أهلها يعني بلاد بسيطة يعني ما فيها تلبست تعدلت لما تزينت والله ما حد درابك ولا حد افتكر فيك لبست يونية ولا غيرها ها صلاح شو 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 هالرقصة اليوم هذا كيف يشوف صلاح ما يندرب صلاح عطيته ثانك يو كم 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 دونت بي افريد ثانك يو وهذاك يجيب تدو لا ما فينا بين ينقمنا هالي بيع سوداني حد يسمي زق السبال حد يسمي سوداني حد يسمي سمبل يعني الدنيا مطرجة ترى ولما تمطر الحين تو بعد ينزل هذا شوي شوي أشيل التاكسي صلاح لا يتكوت خلاف بضع زين خلوه هي أشيل التاكسي أيوه أيوه هاك بس خلاص شاطر يقول حي حي ها ها اصبر صلاح عادي عادي خالد بس ما بينزل هذا الترع التاكسي التكاسي وين خيبة. بعد الخيبة هاي الخيبة لازم بالدقيقة خلاص هاي الغرشة ما في ظهرات في ظهر صراحة ان شاء الله حبيبي انا بيشلها الحين اصبر اشيل التاكسي صلاح لا يتكوت خلاف بوضع زين خلوه هي شيل التاكسي ايوه ايوه هاك بس خلاص شاطر يقول حي حي ها ها اصبر صلاح عادي عادي خالد بس ما بينزل هذا الترع التاكسي التكاسي بعد الخيبة هاي الخيبة لازم بالدقيقة خلاص هاي الغرشة ما في ظهر في ظهر طلع ان شاء الله حبيبي انا بيشلها الحين اصبر ما تدري ركبنا في التاكسي الا الراعي التاكسي يرمس من اشتلينا اللي وصلنا تليفونات بلاش وكلهم بنغالية ترى الدريولية كلهم بنغالية من ظهرنا لين الحين كم تاكسي ها ثالث تاكسي نركبها من وصلنا
شو صار؟ ايش حقها هاي بعد؟ ايش حقها هاي؟ هذا يا والله كم يرمسوا؟ تليفونات اظن بلاش عندهم. صلاح اخ عليك. بس عليك هذا السيارة ايش تبغاني اسوي؟ ما اقول لكم سيارة ما تضحك. اي والله باقل والله الا بلاد 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 من كبرها ينقص ابوي اولها من اخرها كم بنصور وكم بنرمس يبالي ابوك اللي عايشين فيها يضلون وين نحن اللي البارح واليوم ها صلاح دل انت يا فاقلو شوف والله مسمر هو بالرمسه والله ان ما يعيز ولا يوني من هدربان ويا منو هذا منو يكلم هذا اثنين حد عنده صلاح روح يرمس التليفون هذا كوت هني من قدام هذا ها الكوت ايه؟ حد وياه بينه جاكيت معلق ممنوع حد يركب عند اثرها صحيح قاعد يلاقي ويشر ويا سلام سلم سمعت صلاح هذا ما براد وهذا هو تنمون يرمس ترى بنقالي بنقالي سلسل اي والله جني هذا جني ونص من دموكو باكو شو صلاح من دموكو من مراكو لا سيك قسي ايه هاك اللي قبل اللي قبل هي مع المراكو فقير ما يرمس بتحط على المراكو هذا ايه الشيء ابو كرم الله على المراكو كلام صار تكلم اي والله قرقرو 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 هذا هي شرات الرادو خاص حد عن حد من العرب مدموكو زين ايه مراكو زين يمدح السوق من ربح فيه سبح طال عمرك يا ابو عبد الجليل طال عمرك يا طه بن عبد الجليل اللي خليت صلاح يعشق مراكو لله درك يا ابو عبد الجليل ها صلاح تبسيع عن طه رجال تريح حين تريع قال صبروا حين توم خلصين من عرس لا دروس زين بخلص الدروس وبتصير هناكم طاها كله اكلهم كل لحم لا بشويه وايد لا تاكل لحم وايد هناك لا عندهم زين شويه بس هي سلطه وايد شويه عيش ولحم زين طاها ترى بدي بشاتيره من هين ابو ظبي مهنده من غير الطبابيخ اللي هناك مليون طباخ وطباخ يسوون ما تشتهي النفس هل انت صلاح بتقدر تسوي كنترول ما بتاكل وايد لا ها شويه أكيد إيه؟ احلف والله قول قسم بالله العظيم قسم بالله العظيم أوه. ها اشرب ماي اشرب ماي صلاح مو تكلم أكثر هل بنغالي ولا خالد بنغالي يتكلم أكثر عني ما انظهرنا للحين شو هالسالفة اللي ما وقفت من هالساعة يا بنغالي زين لو بنغالي انا ابوي بنغالي ما توجه في الرمسه ايه ما توجه في رمسه البنغالي يا صلاح ايه وايد يتكلم وايد حريم يتكلم يتكلم حريم ايش دراكني يكلم حريم وايد يتكلم يتكلم حرمه ها صلاح ايه مو يكلم هذا يكلم ممنوع عاد عجاب وايد يتكلم وايد يتكلم ايه انت وايد بعد تتكلم لا لا امانه انت باقلي برايك انت كم بتتم انت برايك عيد نص ساعه انا ما بساعه لازم اتلبس انت ما تصلي انت تسال ما صليت وليش اذا ما صليت اول لا بتصير النار ما انت. تصلي مو انت ليش ما صليت اكلي بس خلاص متى امس هذا امس صليت اليوم ماشي صلاه اليوم اوف اوف زين صلاح ابوي اليوم عنده اوف ما يستوي اليوم او من قمة دم بس اليوم الجمعة بضبي وغير الجمعة ممنوع نو شعر ليش نسوي هذا مدير صلاح جنين اخ عليك اخ بتكاه ما رحت النار انت هنا مو انت بتشوف بتصير النار كل من لا صام ولا صلى يطيح في النار يتقلى لا من صام ولا صلى يطيح في النار يتقلى ها انت صلي انت صلي ها وصام الله يا رب رايك انت باي باي دينجا. مع السلامة ودرنا ابو هاي تايم سكوير ورانا بنسير بحالة اتجاه
مرة هذا شارع يظهرنا من فندقنا تلف يمين أول بلوك لا ثاني بلوك يسار شو؟ يسار لا بيسار ولا قال لي يمين ويقول يسار لا ما لا تلطمون الريولي أنا والتسارين زين بنصير الله يحفظكم واحد عاد من الشباب الغاليين اللي يسوي النوم العيد نعتلنا مطعم مال بيتزا يقول لك خبزة البيتزا حالها وحال محلة زايد بالرهف أخف عن قرص الرقاق أخف عن خبزة الرقاق ويخدمون عليها الخضروات الإيطالية بيتزا إيطالية من أروع ما يكون وأنا أتحراه ها يا خلف مطبة هذا بشارة حمراء وأنا خطفت ودرنا أبو هاي تايم سكوير ورانا بنسير بحالة اتجاه مرة هذا شارع يظهرنا من فندقنا تلف يمين أول بلوك لا ثاني بلوك يسار يسار شو؟ يسار لا بيسار ولا قال لي يمين ويقول لي يسار لا ما لا تلطمون الريولي أنا والتسارين زين بنسير الله يحفظكم واحد عاد من الشباب الغاليين اللي يسوي النوم العيد نعتلنا مطعم مال بيتزا يقول لك خبزة البيتزا حالها وحال محلة زايد بالرهف أخف عن قرص الرقاق أخف عن خبزة الرقاق ويخدمون عليها الخضروات الإيطالية بيتزا إيطالية من أروع ما يكون وأنا أتحراه ها يا خلف مطبة هذا بشارة حمراء وأنا خطفت واسمك كافيه فياريلو كافيه فياريلو هذا هو مال بيتزا كافيه ايطالي وبنعت عاد ونحن سايرين عسب لكن الحين ما بنسي السيد موعد اللي طولنا الفندق حجز الساعة 9 كله بالحجز كله بالحجز وحتى مالت الكونسيرج مستعيبة تقول عن ابوه تقول كل شيء زين تعرفونه اكثر عنا نحن ترى هي مفروض هي لي هي اللي تنعت يعني تقول لك يسألونها وهي اللي تخبرهم تقول نحن من يأتون تقول نحن ما أعطيناكم خدمة روحكم تعرفون كل شيء فالحجز عندنا الساعة 9 قلنا عادلين تي توصل الساعة 9 وين نسير قالت لنا بوي سيروا شرق غرب يمين يسار بتلقطون بوي المول هذا ها هذا المول اللي ما شيء كبره مول في ما عليك من رابستي أنا ما ترى شيء كبره يقول لك شيء مول عندهم أني يبعد ساعة ونص هذا أوتلت من أرخص الأشياء سعر كل شيء بربع القيمة لكن وين عادي يبال حد أبو يسير ونحن أبو يبال تبع نسافر ولما حب ما وده ياخذ شيء بربع القيمة هذا عاد المول اللي حين سايرين لنا وبنكمل بعدنا سيدة المطعم مالنا خلاف تي سيدة ها المطعمنا اللي بنسيله كثر ما مشينا هذا الشارع أمنه مشينا حين سيرة بحب نكمل المول هذا بندخل بنتمشى شوية نص ساعة ربع ساعة بنكمل طريقنا لين مطعمنا بنتعشى برد أبوي نتمشى واحد وهنتين لين نوصل فندقنا بارك الله فيكم ومن نوصل الفندق ونحن ندخل المول بنرمس بنيز في قهوة كان نشرب كوفي ومشيات صلاح الغير ليه في الدنيا كله ليه زعلان ها يعان هذا أبوي مدخل مولهم مول هاي يقولك حب من أصغر المولات ما بمول عاد من الكبار الكبار لكن كبر الشر من كبره ها دواركا صلاح شرب شو هذا كابتشينو ما تبيه نزيل إن هذا ها هذا كيك واحد صغيروني صلاح هذا حقي أنا نص وحق صلاح خلف نص أنت ما تبغي صح؟ لا 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 تبغي؟ ليش؟ ما زين تسوي رجيم والله رجيم أنت رجيم لا حبيبي هذا تشيز كيك ما زين حق ها؟ ما تريد ولا ما تريد؟ أريد ليش يعني؟ بتمتن أنت رجيم الحمد لله أفالات الحمد لله يا المعاير مكثرة انت تبى ولا ما تبى؟ بس هذه ها تبى ولا اكلها؟
إيه الحمد لله بس خلاص شبع. عافية. شبع كولومبيا سيرفي. يو استنزل ما. رقم واحد. يلا 1 2 3. هي بسم الله. نحن ماخذين بوي وحدة بيننا نحن الثلاثة ليش؟ لين نصير وناكل على ريوقنا ترى أنا هي لك بخبركم فلافل كان رقم واحد. شو تقول أنت حينة؟ وا 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 شو وراء؟ كثرة كثرة وا يعني أنا ما أشوف الكثرة؟ أشوف أشوف أنا عندي عيون ما أنت يعني بس تشوف؟ مشكلة أنت أنت والله أكبر مشكلة بردان وبردان بس الحمام وبردان ويوعان وبردان وكله تبى تجلس على الكرسي أيد لا عندك ريول لازم تمشي على ريول لا إذا بعيد كرسي أنا سوا الحين نحن داخل المول أنت ما تبى تمشي صراحة داخل المول لازم شوي رياضة هي برضهر برا ركب كرسي شو ماكل حوار انت انت صالح الاول تحب تسوي رياضه وياك الحين لا ضريت على الكرسي عاد الحين انت ما نبغى شوي شوي اسير عنك شو بروح ليش اروح نحن نبغى نسولف ما سبق الكلام ليش وايد كلام انا وايد كلام حرام عليك يا صلاح انا ما في وايد كلام ابدا ليش طالب مني انت هالكثر صلاح اخ عليك اخ عليك زي ابوي ما بيتم الخلف خلف ابوي الاربعين يوم يومين هي نعم ما تين له من الصبح لين الصبح منو باكر هناك في البيت كوفي وتتريق عند منو ماشي حتى ريوق ماشي هي نعم ريوق ماشي بأدب كل ادب شو حبني قولي سوري بعد حبه هوائيه قلت لك مثلت فيلم الرعب هذا اللي يقبض المشارة يقطع عيون الواد الاول موت فيلم الرعب ايه تلفزيون سته شد مثلت تلفزيون انت؟ ايه كم مرة؟ بالليل ان شاء الله يجيك الجني ان شاء الله امين ان شاء الله يجيك الجني اللي ظهرت حق العرب كلها يووو الاول يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب امين 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 يا صلاح يجيك جني واحد ياكل خشب يجيك ياي ياكل خشمك وانت راقد تصبح بلي خشم اي صلاح توبه توبه اخ علي انا اخوك كبير يا ويلك صلاح هل مينون هو مينون وانت ايش تبغى ساير عنده باقل ليش ساير جناحت بالاساس يعني يلا ما في انا اسمي عبد الله بن عدس صبح مساء صلاح تذكر شو اسمه حين ولا نسيته نسيته شو قال شو شفت عبد الله عبد الله علي علي بريد بيك سبوس صراحه بيصير وياك ابو ظبي تعال شو بنسوي شو بنصير انا وخلف وبخلي عندكم انتوا هني خافوا تبحر بريك ليش لا يلس عندهم حبيبي وير اي ام ناو يو ار كافي فيوريلو نيويورك أيوة. It's a very nice Italian restaurant. Okay. We have many choices: pizza, vegetables, and the salad. And yeah, we have a nice antipasto bar. Uh-huh. It has we have like some nice vegetables: asparagus, mushrooms, carrots, broccolini, zucchini farm. Okay. It's very good. Okay. Now, what we choose? What you choose for us? So for you, we. Have asparagus, it's very good. We're gonna have a zucchini parmesan with tomato sauce, parmesan cheese, it's very good, and mozzarella. We're gonna have also mushrooms, it's good. Broccolini? Broccolini and carrots. Okay. Very thin
pizza. Very thin and pizza. We're gonna have a nice, very thin crust pizza. Margarita pizza, uh-huh. And we're gonna, the margarita has tomato sauce, parmesan cheese, and a burrata cheese. Okay. And we're gonna have roasted peppers with a goat cheese pizza. Good. Goat cheese. Goat cheese. Listen, but could you put extra goat cheese? Of course. Extra humble goat cheese. Please. Okay. Thank you. انزل وصلنا المطعم و قدمنا قلنا لهم العينه يمتاز البيتزا هاي المطعم هذا في ايطالي تمتاز في عينه منها رفيع ارفع يقولك عن قشر البصل وتحرى انه لايف يسوونها انا ويا اصور قال لي لا يا ابوي اللايف سلطه تبعد لا لك انا مطبخنا ممنوع حديد خلاص لصق شوف حق عليكم حق بلي فصل يركمكم حق يركب حق اللي يدخل مطبخنا ما نقول إن حاضرين لا يركبنا الحق ولا عندكم خبر امين شوف الله من يركب تكينا مستدعي وديانة شو تقول انت امين ايش بس خلاص ترى شي تبع انت سبيشل ها حاضرين Okay. So what I'm gonna tell you what it is. Okay, one, two, three. We have cauliflower milanese. Uh-huh. It's a nice fried cauliflower. We have zucchini parmesan with tomato sauce, mozzarella, and parmesan cheese. Some olives, mixed olives with olive oil. We have roasted mushrooms. We have asparagus and carrots. Okay? Thank you very much. All good. Thank you. Thank you. Can I bring the pizzas anytime? الحمد لله سلطة وخلصنا بس يلا يلا قم الفندق خلاص حقا بسك ما شبعت يلا خلاص شبعت تبي زيادة ولا خلاص يا الله يا صلاح بيموت على الاكل ده سده مارغريتا ايوه and this one and that's the vegetable pizza ايوه nice with extra humble pork cheese ايوه ها يبغى اقول لكم ها شوف very nice and crisp شوف okay. ايه ما بوكي عيب يا ربي يوم هاي ما بوكي ناكل اللي يسمونه يا ربي يا رب البيت والحرم ايوه قميضة النكل يا ربي ها شوف يا سلام سلم على حطب ويخدمونه بيتزاهم اكل على حطب يا ابو قميضة يا ابو كنكل منها ها صلاح تبى انت بود خيب فضحنا عند العرب تبى صلاح ولا شبعان انت؟ لا ابوي ما كذب اللي قال شراتي الفل يلافت البصل رفع العينه يا غير يلافت اخف عن قرص الرقاق والله انه عجب ها سبحانك يا رب حياتي ما تنمون بيته الا في دبي مره واحده اخبركم في اي فندق هذا بعد في مطعم ايطالي شبيهه لها اخذتها بالضبط في مطعم ايطالي في دبي اخبركم الحين في فندق رينيسنس رينيسنس اللي في دبي اللي في البي شيء رقم واحد خدته بالضبط قبلني من نفس العائلة البيتزا هذه موجود طعمها بالضبط في فندق رينيسنس اللي في البلد اللي هاك اليوم كنا فيها أنا والكينج غدينا هاك اليوم غدينا في المطعم الفرنسي تحته شيء مطعم إيطالي تذكرت فيه قبل مدة هنا نفس البيتزا again sorry it's a New York cheesecake that we have at Cafe Figueroa it's very famous it came out
the number one cheesecake in this restaurant in New York. Number one with strawberries and chocolate sauce on the side. It's very good. Sure, this will be okay. Yeah. Okay. We'll have one piece, but we will make sharing. You sure? Is it big or small? It's pretty big. Oh, khalas. One is will be enough. Yeah. One is enough. Thank you. You're welcome. Thank you. صلاح بيقول لك تشيز كيك شو رايك صلاح ما يبغي صلاح هي دونت وونت لا صلاح يقول نو 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 هي دونت صلاح انت تبغي تشيز كيك ولا لا خلاص نو يو لايك ايس كريم Maybe some ice cream, like we have a nice big bowl of tartufo. Ah, Salah, you want tartufo? No, cheesecake. Cheesecake. One piece of cheesecake, 3/4. Yeah, 3. Yeah, 3/4. But Salah, he don't want. No need. Okay, so 1, 2, and 3. Yes. It's good. Coffee? No. No, later. Later. Okay. Thank you. Thank you. ايه بصراحة احنا بيجيب لك ترى انا شو خبر هو يقول هذا يقول هذا اخوكم صلاح لا تجيبوا لك كيك عشان ما يمتن انت بردان هذا مطلوب تمشي تشكيك لا هذا ابوي وصل للتشيسكيك So we have also the chocolate sauce over here. So you can put on top. You can put on top the, أيوة. The chocolate sauce. هذا مردمة. This is for 10 person. If you like it. إن شاء الله. Yeah, it's good. إن شاء الله. ها صلاح. تبى أنت؟ ها؟ It's good, right? No, he don't want صلاح. Yeah. صلاح. صلاح أنت كل هذا بس الفراولة. ليه تحت ما تبى منه. ليش؟ شي يعني حينة تريد ولا ما تريد هي صاحي شو حق منو هذا ما يبغي حرام عليك بس خلاص ها يلا خلاص يلا يلا خلاص توبة صلاح حرام عليك يا ربي يا صلاح يمكن عقه تصعب بلاك ما تعلج بالله شو دكان ابو ظبي زي كل من ابو ظبي يا صلاح خله فكنا من شره ملغوث غادي ها يا ربي كم صبعه بس عليك بسك صلاح بس حبيبي في العافية صلوحة في العافية حبيبي بس بين دحك لا عقها من ثم وين عقيته تحت في الكلينكس وين الكلينكس خلاص بس لا بس خلاص عدل لا يلا عاد عن اللعبة انت عاد عن اللعبة بس انت فضحتنا عند العرب انت اخ عليك صلاح اخ عليك اكل التليان ها التليان احب يضربونك نحل ما تروع منهم خلاص اخر مرة بس يا حبيبي بس عليك خلاف لا يا خلف الله يهديك بس واحد والله بس انا بعطيك خلي ولي خلف حرام يعني. صغيره بس قرم الكبسه صلاح ملهوط انت بس عليك علي بس قول الحمد لله ما بتقول الحمد لله كميت صح
صلاح الحمد لله. فندق رينيسانس اللي في دبي هو الوحيد اللي عندها بيتزا شارات البيتزا هذه بالضبط اللي في المطعم الإيطالي في الدور الأرضي. كلت أظني قبل شهرين أظني عندهم، كانت بيتزا في منتهى الروعة وسعر هذا وايد مناسب يعني حتى $100 ما وصل. كلنا بيتزتين كل واحدة منهن كبر دوري ما يجلسون عليه 6 أنفار. أنا من الأساس ما أطرب للبيتزا يعني من بوني، لكن البيتزا هاي جازت لي واللي جذبني لها وخلاني أتعنى لي وصف لي المطعم هذا اللي فيه البيتزا هذه عرف كيف يلفت انتباهي. قال لي لأنه ما بلقي عينة، قلت له كيف؟ قال عينته أرفع عن قرص الخبز، أرفع عن خبزة الرقاق قرص الخبز أرفع عن قشر البصل. تميت عاد أفكر كيف يعني هالعينة واسمي ما كذب. والله النصاب الهدى جزاه الله خير، هذا من فريج التيار يعلى الله يحفظه ويبارك فيه طول بعمره، جزاه لك الخير ما قصر على هالنعت الفنان. اسمي صاب الهدف، صاب الهدف مره رقم واحد. وسخرنا بعد الويتر، هذا الويتر والله حيكم وحيه ابدا، هو اللي تنقى وياي يعني تعبل مني عباله النصيزي بارك الله فيه. وحين عاد جري بوصل الفندق قوم صراحة جدموني، على فكرة جدموني أنا خطفت الصيدلية أخذ دويات وما أدري شو اللي بوصيني مال الكحة ومال الشام ما أدري شو، قال شيء نوع هني ما يوجد إلا عندهم هالبطين هاك اليوم طرشوا لي منه اللي بضل شيء اللي من هاك اليوم هالبطين يوم أزجب ختم جزاهم الله خير على هالبطين وفناني نروم عليهم. هل بلادنا كلهم فنانين ما شاء الله تبارك الرحمن، اي اسمة واحد رابي في دولة الامارات يجيكم فنان، اخلاق وكرم وطيب الحمد لله. يلا يلا الشيبة. هلو صلاح شو تبهم حليلة حليلة رسبشن حبيبها. يلا هيوة رقم واحد بعيد جالس على الكرسي بعيد كيف بعيد تحرمش ها على الكرسي جالس ليش صراحه خلف تعبان خلف تعبان يقول لي ليش كل على الكرسي حبيبي حلوه بتتشسح لب حلوه الاشياء لازم نمشي يا جاجا صراحه اه بلاك ماشي كلام 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 سيدي طربان مالتي هذه